صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط عقد النية لكل صلاة بعينها؟ نعم، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من أن ينوي عند بداية الصلاة، أن ينوي الفريضة، أنها العصر، أنها الظهر، أنها الفجر، أنها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لكن لا يتلفظ بهذا، هذا بدعة، ما يقول نويت أن أصلي المغرب، أصلي العشاء، أصلي كذا، هذا بدعة، أما أنه ينوي بقلبه فلا بد من هذا. نعم.